اختي حنا دخلنا للسوق غتسمعوا مع ما سمع عرفتوا علاش مش علاش مش عاد ما كنقدرش نحل العينية خبار كان كيبان لي غير في التليفون واش كنصور ولا ما كنصورش ما عرفتش عرفت شنو مع الحاله دي ما كنمشيش السوق ملي كنخرج خرج اختي كلشي نشري ولكن للضروره احكام مهم جيت اختي غادي نشارك معاكم واش كتوقع عليكم صور انا قبيله تصور بغيت نشد لكم فيديو في السوق زعما قبيله ما عرفتش بقاش غنشد لكم فيديو باش نوريكم زعما تما نطول لكم كيفاش يحطوا هذا وهذا انا تي اتيغيوني الالوان تي اتيغيوني بزاف بزاف ياك ايوا لالا ملي سي محمد ايوا لالا ملي وصلنا ويقول واه خذي غنقاد معاك خذي قلت له لا راه ما انا لا قال لي خذي عارف انت لصق فيكم شي واحد شي حاجه ايوا هكا اختي هكا لصقوا فينا لكن صراحه ما عرفتش يجي زوين ولا لصقوا فيا وحق بزز لصقوا فيا المهم كان قال لي 260 وخلى لي ب 10 دراهم عادي ما عندكش تجيبيها ما عندكش هادي صافي هي هادي ما سقتش ما ندوي حشمت اختي وشنو شريت اختي كانت مع هادي خدا سيمو ديال سي محمد باش يدير بيها سميتو جمع فيها ديالك فلوس فلوس ما تيجمع فلوس اختي ما تيجمع المهم جيت انا هادي ب 7 دراهم هادو 5 دراهم ديرهم 7 دراهم دابا انا فين كندير تنصبن شيلاني ولا هذا كنصبنهم غير هنا راكم عارفين ما كتبغيهمش يطلعوا الفوق ايوا زعما على الشمس وهذا وتنبغي فوقاش يتقطروا تنبغيهم السميجه في الشرجم ولا وتيبقاو يتقطروا ليا في هذا سيمو كتبان والله حتى كتبان تيبقاو تسكترو ليا في ديما في الفراش فهمتوا وخديته صافا خديت هاد الشيته ما عنديش تنبغي نحك بها كتبان السيمو هادي ب 100 دريال عرفتوا علاش انا راه تلاحظوا كناخذ غير الزرق والبيض كناخذ على حسب زعما راه غادا داكشي اسو اختي مع الدوش وهذا زعما تضحكوا وا سي محمد الله حتى كتبان شنو الحركات كدير متقعد ولا كغاوش وسط الفيديو بقى تيدير هادشي باش ما يبانش في الفيديو لا حول ولا قوه الا بالله صافي هي هذيك وهذا اختي خديت ريسيل قال لي ميشون شي شويه ويقول لي 5 درهم قلت له ولا ريسيل ديال 5 قال لي شوفي غدي على حسابي قال لي سالي ما عجبكش ردي لي قال لي هادي على حسابي صافي واخا ما عرفتش الصراحه وي قبيله كان تيبان ليا مدير ها قد دابا مطلوق كامل مزوينش صراحة مزوينش صافي وصين حالي ديما يخصي ديما انا صينية الشتا مفوتي ليا على راسي ديما صافي هادي بخمسة دراهم قالت كتلصق في الحياة انتم كتلصق ما كاين لا دك لا والو كتلصق في الحياة نوريكم كيف شريت من جوا طيب خديت هاد القميجة هادي شوف كي دايرة هادي خديتها بخمسة دراهم معرفتش كيفاش هادي بخمسة دراهم والبنات هاد العشوب صراحة أنا فايتة مجرباهم ودايراهم مع الحنة بالنسبة للبنات اللي شعرهم ماشي كحل أنا شعري كحل تصوروا فاش درتهم مع الحنة ورا ناري البنات راه بدلات لي اللون عرفتي معانا شعري كحل تبارك الله ودرتهم وفيهم أنا نقول لكم واحد المكون اللي فيهم خطير عرفتي شي حاجة اللي خطيرة هي تخوال ليا كامل شي حاجة اللي خطيرة سبحان الله متبقاش تقرقر ومشيت عنده اليوم وانا نقول له شوف دير ليا نفس داك العشوب ديال ديك النهار صراحه هو قال لي ما كنديش 5 دراهم ماشي كندير مع 10 دراهم فوق حيت فيهم 21 عشبه 21 المهم انايا قلت له انت ما ديرش ليا زرعت الكتان وما ديرش ليا خزامه حيت عندي زعما يزيدوا ليا في شي حاجه اخرى وما ديرش ليا المهم
دار لي اختي هنايا تبان لكم ماشي حتى كلشي هنايا انتي اختي دار لي دار لينا اوراق السدر القرنفل البابونج الرمان زريعة البصلة حبة الراس شنو اخر المهم عطيني اختي على هادشي باش تشري زريعة البصلة حبة الراس هذا ما عرفتش شنو هو ما عرفتش شنو هو الكركديه ما عندي قلت له ما ديروش لي هذاك الشيء اللي غديروا القرنفل الحرمان قلتو ليكم اوراق السدر الزاز واليازير ها هو اليازير شفتو مهم اليازير كنعرفو الزاز ما عرفتوش وهاديك هو البابونج هاديك الورده الصفراء شفتو وهادو ما عرفتش شنو هما وعاد عاد هذا الرمان الرمان شنو عاد ثاني اختي خر شنو اخر اختي 21 دابا كنجبد ونقول لكم اختي مو مزريعه البصله داك التخربيق المهم انا قلت لكم داكشي الكركادي اللي ما دارش ليا وهذا المهم هادشي وراني كيفاش نديرو انا عارفه الطريقه وزاد هو قال لي كيفاش ديروا له كيفاش ديري له قال لي غادي تشدي هادشي كامل وغادي طحنيه غادي طحنيه في ديال الاقامه عرفتوا علاش مش راه كنهضر بزز باش كنحل عينيا وماشي بلا فطور وبقى بلا غدا دابا راه يلاه وحده المهم راه جيت وبقيت جالسه حتى منطيت الفيديو حطيته حيت عندي ستوكاج وعاد كنصور معاكم اختي هادشي هو صافي لالا وقال لي غادي تشدي الزيت البلديه وغادي طيبيهم مع عرفتوا ملي كنبقى ندير العينيه هكا وكنبقى ندير الحجباني هكا راه ماشي ديما تلاحظوا في لا فيديو تنديرها راه تنديرها ماشي بزاف ولكن ملي تيكون راسي دارني ممكن نكون نفسيا مدمره كنبقى ندير هاد الحركات راه غادي تلاحظوا ايوا صافي خصك تقولي كملي لنا الوصفه وكديري سميتو زين كديري الزيت ياك وكديري هادو معاهم كطيبيهم صافي كتخليهم فواحد القرعه في ما اختي تدخلي للدوش بقاي تشقي بهم راسكم اكثريه البنات اللي كيديروا الحنه البنات اللي عندهم الشيب راه هاد الشيء راه رائع ليكم انا ما عنديش الشيب شوفوا راه شعري ما كثرت ما هو كحل راه شوفوا راه كيمح كحل جباني راه ما كيبانش في الفيديو كحلين بحال مباشره راه كيما شعري انا كحل وانا ما فيهش الشيب يعني اللي فيهم الشيب راه هاد الوصفه هادي راه ما نعاودش ليكم اختي غير جربيها على حساب وحق الله جربيها وتفكرني بها اكثريه كانت الحنه مدقوقه وزوينه وصافي اختي دابا اختي غادي نمشي اختي فرحانه بالتويشه هادو اختي كانت عندي 800 ريال باش دكيت وجاك 800 ريال سمعني زعما شكون تمشي بس ولكن البنات راه شي جات بشي السوق راه تشوفي اي حاجه راك بغيتي عرفتو انا من داك النوع اللي بحال هذا بحال سميتو بحال اللي شفتها بغيتها انا كنخرج بزاف ايوا نتمنى هاد لا فيديو يعجبكم وخليكم في امان الله.